وصلنا للمتزوجين. هنا عندنا محمود وعندنا بيسان اسماعيل. خلينا نشوف والله. تعرفون من دخل السجن اليوم؟ حس حيس. سلام عليكم، هلا في شباب. انت زعلي وفيديو جديد. فيديو اليوم يا ربع ردت اصور لكم على الترند الجديد، الترند مال بطل مال مي، تخلي بمي وتزرفه وتعصره هيك وتطلع لك كيش شلون فتح حركه زغرفه بالمي. فترند حلو، قلت اجيب لي المقاطع واصور لكم فيديو. بس وانا قاعد ابحث عن المقاطع مال هذا الترند طلعت لي شغلتين صدمتني. الشغله الاولى انه حس انسجن محتوى هابط بالعراق، والشغله الثانيه هم بنيه مشهوره هم كانت تسوي نفسها انه ما اعرف شلون يعني، بس هي تتنعوص يا الربع من زمن الكواي ما ادري ايش اسمه، ولحد هسه زمن التيك توك نفس المحتوى مالتها. فشلون هم محتواها؟ قبل ما نبلش هذا الفيديو يا ربع واطلع لكم المقاطع مال هذا الترند والشغلات اللي ذولا سجنوا، فجرب مقطع لايكات. خل نوصل المقطع هذا في 10,000 لايك يا ربع. يا الربع ليش ما تخلي لايك؟ ليش؟ اذا ما تخلي لايك تطلع لك ان شاء الله حبايب خش خوش مو بخشمك، بس بقص ليش ما تدوس لايك؟ فهمني وانت فهمني ليش ما تدوس لايك؟ هسه انا قاعد اطلع لكم قاعد اونسكم، يعني تخيل انه يعني مطفي السبليت في سبيل انه بس حتى ما يطلع صوت بالمايك. فدوس لايك واشترك بالقناه، خلينا نوصل 100,000 يا ربع، ما باقي شيء بدي اجيب الدرع مال يوتيوب تمام. بس يا ربع خلينا نبلش بالفيديو. عندنا هنا كاتب لنا كاتبه بابا وهو يسايرني بكل شيء احبه. اوكي راح تسوي لكم مال البطل. يلا ويش يا عمي ويش؟ يا بلاي صور. بس زين يا اخوان، يعني جابت ابوها وصورته وقام يسوي ترند. انا هذا ابوي قال له تعال سوي ترند، يعني شو يسوي؟ عندكم العلم شو يسوي بالواحد اللي ابو العراق لا جاب ابنه وقال تعال خلينا نصور هذا الترند. تعرفون شو يقول لك؟ هاي هنا هم ابني قاعد صور ترند جديد بقارورة الماء. اول مره اشوف يعني هاي الحركه. طبعا صاحبي سواها وياي بالشغل، انا مالي خلق تعال علي وخليني اسوي ترند. قلت له يا ترند انت بالشغل كنت، فلقيته قاعد يزرف فيه بالاوبرا البطل وسوى له ترند وطلع قدام مضبوط. بس هاي الابنيه يعني وايد تيجي طلع مي، شلون النافوره كلش حلو والله. حاطه فلتر وصاير الوان عليه. اي وصلنا للمتزوجين. هنا عندنا محمود وعندنا بيسان اسماعيل. خلينا نشوف والله. هسه هو اوكي اللفه مالتهم مضبوطه، بس احس انه يعني تعبوا نفسكم على البطل. يعني مو كل شيء المشاهير طبعا ما يتعبون نفسهم، يريدون كل شيء يجيهم يعني على الحاضر. هسه هذا البطل تعبوا نفسكم وزرفوه عدل حتى يطلع الترند حلو، ومن نتف الروي يعني يطلع شلون النافوره يصير شكل حلو. هسه شوفوا شوف شوف زرفين مثلنا طارق حتى بهاي حتى بهاي ما تعبوا نفسكم. هاي مسارة وغيث مروان كلش حلو والله الحركه مال البطل المحتوى. يعني شوفوا ذول اللي يتعبون على الترند، مو قبل تجي وتصور الترند ويلا هو ترند ونصور شيء يصير خليه يصير، لا هنا متعبين نفسهم. يعني من يقول لك انا بدي اصور ترند اضبطه. فعشت ايديكم والله غيث وساره. مكتب اللوت موتين شكله حلو، جسمه مو حلو، شكله حلو جسمه حلو، ما عنده شخصيه، شكله حلو جسمه حلو شخصيته حلوه، ما عنده فلوس شكله حلو واهم شيء الفلوس، شخصيته حلوه عنده فلوس ابو نسوان، شكله حلو جسمه حلو شخصيته حلوه عنده فلوس مو ابو نسوان ما يحبك، شكله حلو جسمه حلو. الحركه مال الرقصه هاي شنو؟ جسمه حلو شخصيته حلوه عنده فلوس مو ابو نسوان ما يحبك، شكله حلو جسمه حلو شخصيته حلوه عنده فلوس مو ابو نسوان يحبك شنو؟ متزوج. شكله حلو جسمه حلو شخصيته حلوه عنده فلوس يحبك مو ابو نسوان ما متزوج شنو؟ ساقط لا دين ولا ديانه. يعني لازم تطلع بيه عيب الرجال، يعني يحبك وعنده فلوس ومدلل وما ادري شنو، اخر شيء يقول لك هو ما عنده اخلاق. زي شلون قبلت؟ بس ارد اعرف هو صدق يعني صراحه ادحكوا بينكم انتوا اللي ناويين انه يتزوجون، اذا تعرفوا انه هو ما عنده لا اخلاق لا يصلي لا يصوم، يعني بعيد عن رب العالمين مثل ما يقول، شلون تقبلين بيه؟ من البدايه تمام. هو زواج قسمه ونصيب، بس هكا خلي لك ببالك هسه الولد والبنيه هذا الشخص من تعرفه يكون يعني يصلي يصوم، لانه
اللي يصلي وده يصوم وده مثل ما نقول يعرف رب العالمين، أول شيء هذا راح يحترمك، يعني رب العالمين وصى بالمرأة فأكيد هذا راح يخليك يعني بطل عينه مثل ما نقول. فدائما إنه أنت اختار الشخص الصح حتى تعيش صح. شفتوها البنية؟ طبعا هذا المحتوى مالتها يعتبر محتوى هابط على مو هابط، ما أعرف يا ربع يعني تقيموا هذا المحتوى. وزارة الداخلية شايفة إنه هذا المحتوى هابط وشو له محتوى هابط. تعال خلينا نشوف المقطع. المحتوى الهابط يوصل للتيك توكر آية الشمري. شنو الموضوع؟ لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية وبناء على قرار محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام تتخذ الإجراءات القانونية بحق التيك توكر المدعوة آية الشمري. أوكي شفتي يا ربع؟ طبعا عندها هواية يعني شغلات بالفيديوهات يعني ما أعرف بها زائد كل شيء هواية وزائد يعني مو زائد لا زائد عمر تمام. فما أقدر أقول باليوتيوب لأن ما يرحم اليوتيوب. محتواهم ألف مرة قلنا إنه المحتوى اللي قاعد تقدموه حاولوا إنه تغيرون من يمه غيروا من يمه هسا أوكي يعني هي ما أعرف بنظرة إنه هذا الشيء قاعد يضحك الجمهور. بالعكس هذا ما دي يضحك الجمهور، أكو ناس هواي دي يتابعون تيك توك صغار فيتأثرون بهاي الشغلات اللي تقولوها وشالوها محتوى هابط بعد شيء فيد. تعرفون من دخل السجن اليوم؟ حسحس. طبعا حسحس ألف مرة وكل يعني الناس اللي موجودين على موقع التواصل الاجتماعي المعروفين يعني بالانترنت بالعراق قالوا انه حسحس اللي دا يقدم محتوى هابط من زمان، قالوا حسحس دا يقدم محتوى هابط وكل يوم يدراما ويا رحمة وتزوجها ومدري ما تزوج ما حد يعرف صدق وين. اخر شيء الوزارة شالت محتوى هابط، تم القبض على حسحس محتوى هابط. هو يعني شغلة دا يسويها ما اشبيك حسحس ما اعرف ايش بيكم انت يعني عندكم هينه انه واحد يدخل السجن والعالم تحكي عليه وشوفوا هذا دخل السجن محتوى هابط. يعني بس كلمه محتوى هابط يعني يكون على اسمك انه انت محتوى هابط ودخلوك السجن هاي شغله كبيره تمام. حسحيس ولا هاي البنيه اللي شغله والله حرامات انه تشوف اكو ناس عندهم هواي تفاعل ومشاهدات ومشتركين بالعراق وده يقدموا مثل محتوى يعني تقدر تغير ما خاصر يا أخي إذا هو هي سعدة 5 مليون مدري 6 مليون شخص هسه حتى لو تابعك 100,000 على محتوى حلو أنت مرتاح يعني تنام على المخدة مرتاح تقول أنا محتوى حلو قاعد أساعد الناس قاعد أقدم شيء للناس. محتوى هابط شيء شو طبعا على فيديو مالته محتوى هابط. هاي البنية طبعا هاي البنية حسابها كله عبارة عن محتوى هابط فالوزارة شالوها يقول لك هو محتوى هابط يعني شو تقدم للناس حتى أعيفها والله خليك تستمر لا إلا خلي نشيلها محتوى هابط تمام. فمثل ما شفتوا هذا الفيديو يا ربع أتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم واستمتعتوا به. أحلى شيء بالفيديو هذا اللي هو الترند مال ماين وعلى شيء اللي بتزوجين يسووه لأنه يضبط وياه. فمثل ما شفتوا هذا الفيديو يا ربع أتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم واستمتعتوا به. أحلى شيء بالفيديو هذا اللي هو الترند مال ماين وعلى شيء اللي بتزوجين يسووه لأنه يضبط وياه تمام. فمثل ما شفت هذا الفيديو يا ربع اتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم واستمتعتوا به. دوس لايك يا ربع مثل ما قلت لك دوس لايك واشترك بالقناه دبوا عليك هواي من يومكم يمكن 80% اللي يتابعون الفيديوهات ما مشتركين اشترك هسه بالقناه اشتركت دوس على الجرس مال التفعيلات الاكشن جرس الاشعارات حتى تجيك اشعارات اول ما انزل اي شيء بالقناه. بعرفها دوس لايك تابعني بالانستغرام هسه مهم كل شيء الانستغرام هذا المقاطع لان كنا قاعد يجينا من الانستغرام فتابعيني بالانستغرام ودز لي شيء دارد عليكم. كان اخوكم علي اشوفكم فيديو جاي مع السلامه.